آه يا راس يا رب، يا رجلي يا بوي، الواحد امبارح من امبارح عايز ياخد له نومه. لا اله الا الله. بعدين يا ولاد، لا علاج نافع ولا حتى بتاع نافع، غليان بس في الراس من امبارح وخلاص، لا يسلم ما يكونش فيها حاجه. لا إله إلا الله. مين؟ بعدين يا ولاد الساعة كام دلوقتي؟ يا بوي الساعة 12 ونص. طب مين يا عمي؟ قاسم عبد حمدي. قاسم؟ طب يا جيب الناس ده. لا إله إلا الله، الساعة 12 ونص جاي من زورك يا عم. زورني يا بس. لا استغفر الله العظيم يا رب، الساعة 12 ونص الواحد عايز ينام، وحد بيزور مريض دلوقتي هو؟ استنى يا عمي على ما اجي لك. ثواني تفضل يا عمي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. يا عم الحاج محمود. تمام، يا اخباركم؟ سلمان كويس. ايه الحكاية يا عم؟ ليه كده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يا عم تمام. الله يسر يدك ورجلك. ايه الحكاية؟ ليه كده بس؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك والله. يسلمك والله. السلام والله. طول النور الله يهديهم، كان قاطعين النور اول امبارح. طبعا انت عارف ان عندي في الشقه البيبان كلها سودة. لا اله الا الله. وخشيت في باب راسه طاوله. يا ستار يا رب. الحمد لله على كل حال. غير اللي في رجلي، شايف؟ لا حول ولا قوه. الف سلامه والله يا شيخ. شايف؟ الف سلامه. لا اله الا الله. يعني بدل ما ادخل البيت دخلت قسم الطوارئ. لا حول ولا قوه. طب وازاي ده يا اخي حصل؟ والله الحمد لله، احمد الله على كل حال. يا عاملين؟ الحمد لله تمام والله. وقع في السلم كمان عشان رجلينا اتعور وال لا مؤاخذة حتى السلم. ماشي. الرجلين زي ما انت شايف الاربع اطراف مجبصين. لا الف سلامة والله عليك. وين حصل لكن بالضبط؟ بتحكي لنا القصة يا عمي بالضبط، ايه اللي حصل معاك؟ ده انت راجل، ايه ده اللي حصل فيك؟ ده انت اتوبيس دخل فيك؟ لا يا رحي. الساعة 12 ونص. الحاج قاسم ايه تشربوه؟ لا ولا حاجة والله. ها؟ ايه تشرب يا حاج قاسم؟ لا هذا أي حاجة، أعمل ينسون حاجة سخنة كذا الواحد يشرب. أنت حاج حمدي ينسون؟ يا أبوي زعل. ما هذا ماشي ينسون. والله العظيم الواحد خلي بالك الليلة اللي فاتت دي منام مش واصل. ليه كذا؟ الراس بتغلي أصلاً. لا ألف سلامة والله. الراس والرجلين واليدين من طب إيه اللي حصل معاك؟ حكي لنا القصة، حصل إزاي ده؟ هاي الموال طويل، ده عايز بال الواحد ده قصة. بص لسه واخد العلاج وعايز يريح. لا لا احكي لنا، هنا قاعدين جنبك يا أخي، احكي لنا احكي لنا. ما أنا بقول لك أصلي بتوع النور الله يهديهم قطعوا النور أول إمبارح، وبعدين أنا عندي البيبان سودي. طبعا الباب أسود مش باين مع ال مش باين. قطع النور. دخلت يا مولانا يا ظهري يا بوي. لا ألف سلامة والله. ألف سلامة. أنا أصلا كنت حنام خلي بالك. كنت يعني عارف الليلة اللي فاتت ما نمتش يا حاج حمدي. أنا كنت لسه أحسن نكون بس جينا متأخرين ولا حاجة زعجناك. الغرض. ما الساعة داخلة على واحدة إلا ربع، إحنا أحسن ما جينا متأخرين. قلنا بيسهر والله. قلنا بيسهر وبيقعد وقلنا ناجي نتونس معاه. ماله؟ اتونس ساعة واحدة اتونس. لا يا عمي طب ايه؟ راسي. لا استنى. المهم اكمل لك انا. لا كمل يا عمي. دخلت خش في الباب، افتكر البوابة مفتوحة انا. دخلت انا الواد الصغير بيبكي جوا، طبعا رامح انا اتخلع من الضلمة. لا اله الا الله. دخلت فت في الباب. راسه طورت، وانا لما فت في الباب كمان رجعت لورا تعنقلت برجلية. لا اله الا الله. كله ده من خطة الباب يا اخي؟ والله العظيم. يا اخي يا ابوي. لا الف سلامة عليك والله. اقول لك كنت حنام انا خلي بالك، انا لسه كنت حنام دلوقتي اصلا. طيب الساعة واحدة حتنام؟ احنا جايين نزورك. بقول لك كل شوية تقول لنا انت بتقومنا عاوزنا نمشي. لا اله الا الله. طب يعني هو اللي عنده دم زي ما انت. طب قوم يعني. اعمل لنا نسون. قوم يا عمي. ما دقيقة بس اصبر علي انا خلاص. انا قاسم لا ما تعبانش يا عم. قوم عاملين لنا نسون. اقول لك كنت حنام انا الكبار داي، انا جنبي اصلا والفرش جنبي ما واخد علاج، والدكتور قال لي ريح. يا راجل قوم المشي نص.
قوم قوم اتمشى بس عملنا لينسون الحمد عمل واحد شاي مش ما كويس استغفر الله نسندك نوديك جوا لا 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 هقوم هعملكم لينسون ماشي يا طب ليه الجماعة ناموا يا ها الناس نام بس الساعة واحدة بالليل انت ضبط يعني انت الساعة واحدة لا بعده حنتعبك هذا معلش على احنا مفيش وقت فاضيين فيه غير دلوقتي طيب حنعمل لك ايه حنجي نزورك متى هذا بعده يا عمي شرفتونا والله نورتونا تراه يا بوي انا رن على اسمه ايه ده خلنا نشوفه قاعد صاحي ولا نايم يا الله ايوه يا محمد ايه اخبارك لا صاحي صاحي ما نمتش انام يا راجل انا جوني جماعه الساعه 12 ونص والساعه داخله على واحده جايين يزوروني وانا اصلا الليله اللي فاتت ما نمتش وجيت انام خبطوا علي وكمان قال لك اعمل ينسون الناس ما اعرفش ليه يعمل لي كده وحد بزور مريض الساعه 12 ونص ولا واحده دي الناس دي يا راجل والله الواحد اللي مش عارف اقول لك ايه المهم انا اتصلت عليك بدك تشوف لي حل الناس دي قاعده بتحكي جوا وانا نافوخي ما قدرش اقطع نور عليهم افصل الكهرباء لو بعد ما افصل الكهرباء هينفعش ما هينفعش لا لا معانا عيل صغير في البيت ممكن يبكي في فكرة تاني يا هي حط لهم منوم احنا عايزينهم يمشوا بقول لك مش يناموا هنا عايزينهم يمشوا من هنا احنا هتكلمني تاني روح يا عمي روح نام روح نعمل لهم اليانسون خلنا نخلص منهم فجر داخل سلام سلام السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. يا بوي. يا بوي. اليانسون عاد بيعملوه جوا. ماشي يا عم. صحيته من النوم؟ صحيته من النوم. ويا شباب احنا فوق متأخر عاد و لا لا ولا يهمك شيء. ما فيش وقت فاضي احنا غير زي ما انت شايف. مكان مكانك. كل واحد شغله والواحد. تصحى على القهوة. الساعة كام يا دكتور يا شباب؟ بس الساعة واحدة يا عمي. بدري يا راجل. الساعة واحدة. طيب لسه بدري انا هشوف اليانسون عاد الساعه واحدة يا عمي هشوف اليانسون عاد ولا لا بعدين ها روح يا رب شايفك تعبان مش قادر تقعد يا حاج محمود اصل المسكن ما خدتوش مسكن الدوري الدكتور قال لي خده انا اقوم اشوفه انا اقوم يا عمي خليك يا عمي لا لا هقوم اشوفه لا يا عمي خليك ترجع طبعا القصه دي بتحصل في بيوت كتير ومن ناس كتير جدا ان انت لازم لما تروح تزور مريض لازم في حاجات تحطها في اعتبارك وفي ذهنك انت قبل ما تروح اللي هي لازم تراعي الوقت المناسب اللي انت هتزور فيه يعني ما ينفعش تروح تزوره في عز الظهر ما ينفعش تزور المريض في الليل زي ما الجماعه دول جايين يا اخواننا دلوقتي تمام الحاجة الثانية لما تروح عند المريض ما تجهجوش يعني ما تحاولش تجهد المريض وتتعبه بكثرة الأسئلة ليه؟ لأن في كذا واحد غيرك بياجي يزور وكذا واحد غيرك بياجي يسأل وكذا واحد غيرك طبعا بيحب يشوف إيه اللي حصل مع المريض فطبعا المريض لما بيتكلم مع ده ويتكلم مع ده ويتكلم مع ده فطبعا ده إجهاد ليه هو طب إحنا نعمل إيه؟ انت بتروح للمريض في الوقت المناسب ليه وتروح تاخد لك كيس فاكهه يا اخي معاك تلطف بيه الجو كده زي ما الجماعه دول جابوا الصراحه كيس فاكهه مش هنخبي احنا وتخفف يعني الزياره ما تطولش وتخفف الزياره طبعا ما تطولش وتروح في الوقت المناسب زي ما احنا اتكلمنا وفي حاجه مهمه جدا طبعا لازم تعملها ان تخلي المريض يدعي لك انت لان دي سنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الانسان لما يروح عند واحد مريض فربنا سبحانه وتعالى بيتنزل وبيبقى موجود عنده فانت طبعا بتدعي له بالشفاء لا باس طهور ان شاء الله وربنا يخفف عليه ان شاء الله
وبرضه تطلب منه الدعاء منه هو. فطبعا ده مشهد تمثيلي لحاجة بتحصل عندنا في الواقع. ولو انت اول مرة تشوفنا اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان خاطر توصلك كل الفيديوهات اللي احنا بنقدمها. سلام عليكم.